أهلا وسهلا بكم مشاهدينا من جديد. إذا نذهب بكم إلى الملف الاقتصادي، واليوم راح نثير سؤالين أو قضيتين مهمات. القصة الأولى، ما أعلن البنك المركزي من أنه في التسع شهور الأولى من هذا العام 2018 كانت حجم الشيكات المرتجعة 1.25 مليار. طبعا في ارتفاع حسب ما أشاروا، وراح نحاول نعرف ليش وكيف وشو هذه، أي المؤشرات التي يمكن أن نقرأها هنا فيما يتعلق بالاقتصاد وأوضاعه وحالته. أيضا راح نذهب إلى قصة العلاقة بين الزكاة وبين الضريبة التي أثير حولها كثير من الأسئلة، وصلتنا كثير من الأسئلة للبرنامج بتحاول تستفسر عن الموضوع، ونستضيف لذلك خبيرنا الاقتصادي والخبير الاقتصادي الأردني المعروف الأستاذ حسام عايش. مساء الخير أستاذ حسام. أهلا وسهلا، مساء النور. يعني دعني أبدأ من قصة الشيكات المرتجعة. احنا نعرف أنه يعني في شيكات مرتجعة على طول السنوات الماضية، لكن المرة بيحكوا خلال 9 أشهر 1.25 مليار وارتفعت، فأي القراءات يمكن أن نبسطها هنا تجاه هذه الشيكات التي يتزايد عملية كونها مرتجعة؟ حدثنا عن القراءة الاقتصادية. نعم، هو مما لا شك فيه انه الشيكات المرتجعة، خلينا نميز، يعني هناك اسباب كثيرة لوجود شيكات مرتجعة، من يعني في اسباب منها شكلية تتعلق بصحة التوقيع، بالتاريخ، بالتفقيط الكلمات، انه انت كاتب مثلا 100 دينار بدون ما تكتب 100 دينار كتابة، في منها الى يعني اسباب شكلية، وهذا يرجع يعني يؤثر على صلاحية الشيك للصرف. وفي، وهو الأخطر، عدم توفر رصيد كافي، وبالتالي أعتقد أنه الوعي بالشكل ربما زاد، ولكن يبدو أن المشكلة تتعلق بالرصيد الكافي. وفي كثير من الحالات هذا الرصيد يتأثر بجملة عوامل، من بينها الأوضاع الاقتصادية السائدة، تغير الأنظمة والقوانين التي تؤثر على توفر السيولة لدى مصدر الشيك في وقت استحقاقه، الضرائب والرسوم اللي بقى أحيانا بتخلي التدفقات المالية في الأوقات اللي اعتقد مصدر الشيك أنها ستصل إليه يعني يبدو أنها تواجه عقبات في أن تتوفر لديه، وبالتالي فإن صاحب الشيك عندما يذهب للبنك لصرف هذا الشيك في أوقات يواجه فيها مصدر هذا الشيك مشكلات فيما يتعلق بتوفير السيولة، فإن هذا الشيك يعود مرة أخرى لكي يكون مرتجعا وإلى آخره. أنا اللي أقصده أنه الدورة الاقتصادية السائدة، ولأنه لم يعد هناك قدرة على التنبؤ بأن الأمور ستسير باستمرار بحسب التوقعات، ولأن السياسات والأنظمة والحكومات والوزراء وإلى آخره يتغيرون باستمرار، وبالتالي تتغير أحيانا سياساتهم، إضافة إلى القوانين التي تتغير أحيانا بأسرع من تغير الحكومات، هذا كله أثر ويؤثر على الاستقرار النقدي الاقتصادي والمالي، ويؤدي من بين أمور أخرى إلى تراجع في النمو الاقتصادي، ينعكس سلبا على إيرادات الشركات والمؤسسات والأفراد، وحتى على الرواتب والأجور اللي بعض مرات تتأخر شهرين وثلاثة وأربعة. صحيح. لدى حتى الموظفين التقليديين، ما يعني أنه من أصدر هذا الشيك وكان في نيته أن يقوم بالوفاء به، فإن عدم قدرته على الوفاء في بعض المرات لا يعود لعدم رغبته بذلك، وإنما لأن الدورة المالية والاقتصادية لم تكتمل لديه كما توقع، وهذه مشكلة كبيرة جدا فيما يتعلق بالشيكات. إضافي إلى أنه هناك كثير أيضا ممن يصدرون هذه الشيكات يكون يعني لا يكون بنيتهم بشكل كامل الوفاء بها، وللأسف هؤلاء موجودين باستمرار. ويفترض أيضا أن البنك المركزي يعني لديه ما يعرف ب يعني ليستات بأسماء الذين تتكرر حالات يعني عودة شيكات لهم، ويعمم على البنوك بعدم منح هؤلاء دفاتر شيكات، لكن في أحيان كثيرة يتم التحايل على هذا الأمر بوسائل مختلفة، وأحيانا أخرى لا تلتزم بعض البنوك مثل هذه التعليمات، الأمر الذي يعيدنا مرة أخرى إلى موضوع الشيكات المرتجعة. شغلة مهمة، يعني عندما تراجع تقارير ديوان المحاسبة، الحقيقة كان يعني شغلة
طريفة وملفتة. أنه كان في معظم التقارير التي صدرت إن لم يكن جميعها كانت هناك إشارة إلى الشيكات المكتبية التي يعني حتى الدائرة مثل دائرة ضريبة الدخل تقبل بها، علما بأن هذه الشيكات خرجت من الخدمة منذ سنوات طويلة. وبالتالي وبالتالي يعني من المضحك أن تقبل بعض المؤسسات وبعض حتى العاملين بالحقل الاقتصادي والمالي وحتى المواطنين هذه الشيكات التي لم يعد اصلا مسموحا للعمل بها. معاملة الكمبيالي يا استاذ حسام الشيك صارت يعني الشيكات الكمبيالي تختلف يعني طريقة التعامل بها، لكن مع ذلك الشيك أداة وفاء، بمعنى انه هذا يعني في اللحظة اللي بتتقدم فيه للحصول على تسهيل هذا الشيك المفروض ان يصرف بغض النظر عن التاريخ المسجل عليه. طيب بناء على قصة الشيكات بجوز أنا يعني بتفق معك، مثلا أنا بزور بنك وبكون في لي شيك لأحد الأشخاص، لما يقول لي في مشكلة بالكتابة أو بالداحي الشكلي بقول له تختموش يعني بصنفوش صحيح غالبا بدخلش على الشيك المرتجع، بحاول أروح على الطرف الآخر وحلها معه. لكن بدي أسأل سؤال، الاقتصاد الأردني أي العلل يعيش الآن؟ هل نحن في حالة كساد؟ طبعا نحن في حالة الحكومة من جهة تمارس التقشف في مجال إدارتها للعملية الاقتصادية، بدليل أن قانون ضريبة الدخل المعدل قانون ضريبة الدخل المعدل هو قانون يعني تعرف هذا في دولة المفروض أن فيها رواج، وجاء هذا القانون لكي يكبح جماح الرواج الاقتصادي وبالتالي أن يضبط معدلات التضخم، فيما هو يعني الحقيقة تنافي هذا الاستنتاج. ولذلك نحن نعيش حالة ركود يصل إلى حتى الكساد، ومن ثم فأنه يؤثر على مجمل الأداء الفعاليات الاقتصادية ويؤثر على قدرتها على الوفاء بالتزامات، يعني بعضها ممن يرغب، هناك في شالتين في العمل المصرفي أو في التعامل المالي، هناك الرغبة والقدرة، في هناك من يرغب بالوفاء بالتزاماته لكنه ليس قادرا على ذلك، وهناك من هو قادر على الوفاء بالتزاماته لكنه لا يرغب بذلك. وبالتالي الحقيقة أنه يعني تتداخل المفهومين الآن مع بعضهم لدرجة أنه ما عدنا نميز بين القادر وبين الراغب، لأن الطرفين الحقيقة صاروا متساويين بسبب الأوضاع الاقتصادية التي لم تعد تسمح بالتمييز بين الغث والسمين فيما يتعلق بأداء الواجبات الملتزم بها. على هذا الأساس الأوضاع الاقتصادية والحقيقة أنها أوضاع يعني سيأتي القانون ضريبة الدخل وغيره من الأمور لكي يضغط بالمزيد من يعني التراجع الاقتصادي، الأمر الذي ينبئ أن الشيكات المرتجعة إذا بلغت 1.25 مليون فربما يعني مع نهاية العام تتجاوز يعني ربما 1.5 مليار وإلى آخره، وتصبح مش بس ظاهرة مقلقة، تصبح السمة الأساسية لأداء الاقتصاد الأردني، لأنه من يقبل الشيك يفترض أيضا أن يدقق بتاريخ صاحب الذي يصدره وأن يتحمل مسؤولية قبوله لشيكات من طرف أو من أطراف هو يعني ليس على بينة من قدرتها على أداء أو الوفاء بالتزاماتها. ولذلك عندما تم يعني تعديل بعض الأنظمة المتعلقة بحبس من لا يفي بشك الذي يصدره، كان واحدة من الأهداف أن يدقق من يحصل على الشيك من أي طرف بقدرة الذي أصدر هذا الشيك على الالتزام والوفاء به وأن يتحمل جزءا من المسؤولية في ذلك. وللأسف في ظل أوضاع اقتصادية راهنة، يعني عندما تأتي صفقة لأي تاجر لأي عميل لأي شخص يعتقد أنها فرصة ربما لا تتكرر ويقبل الحصول على شيكات مع المخاطر العالية المتعلقة بذلك، وبالتالي تحدث المشكلات الناجمة عن عدم الوفاء بها، وأحيانا تكون مقصودة لذاتها أو هناك يعني فتات يتعلق بإدارة التعامل مع هذه الشيكات. وللأسف فإن جهود البنك المركزي لم تفلح حتى الآن، وواضح أنها لم تفلح في الحد من الشيكات المرتجعة أو التقليل منها أو التأثير على من يقومون بإصدارها.
طيب خلينا نروح للموضوع الثاني. أسئلة كثير بتوردنا في قصة العلاقة بين الزكاة والضريبة، خاصة في فترة أنه كان الفريق الحكومي بيزور المحافظات، وزير الأوقاف تحدث أنه اللي بيدفع زكاة كأنه بيدفع ضريبة، على ما يبدو الموضوع فيه لبس. يعني شو المتوفر لديك؟ في نص بقانون الرزاز بتعلق بالزكاة، ولا قصدهم الزكاة التبرع؟ شو النص القديم؟ حدثنا يا أستاذ. نعم، هو يعني خلينا ناخذ الاول انه احنا عندنا قانون الضريبي لعام 2014، في هناك تعديل لبنود في هذا القانون حوالي يعني 35 او 40 بند، وبالتالي يعني ما بقي من قوانين تبقى من بنود في القانون 2014 غير معدلة تبقى سارية المفعول في حتى بعد إقرار التعديلات الجديدة على القانون. لذلك القانون الضريبي الحالي لا يوجد لدينا قانون ضريبي جديد، وإنما تعديل على بنود في القانون. هذا من ناحية. وبالتالي ما هو موجود من نصوص في القانون الحالي لم يطرأ عليها تعديل تبقى سارية المفعول. الحكومة أضافت بند اسمه 1% تكافل اجتماعي، ويتم يعني تم تحميله للأفراد وللمؤسسات والشركات والقطاعات المختلفة. وهذا البند تقول الحكومة أنه سيصرف خصيصا على الفقراء وعلى يعني من هم في حكمهم. خزمة الأمان الاجتماعي. بالضبط. وبالتالي فهي لم تشر إلى أن هذا 1% يعني كيفية أداؤه، أنه أن من يتبرع أو من يزكي سيحتسب من ضمن هذا 1% ك يعني كضريبي، وبالتالي هذا يحتاج ربما إلى أن يكون ذلك واضحا في القانون أو في النظام الذي سيصدر لكي يفسر وينظم العمل بهذا القانون. وهذا الحقيقة يعني مطلوب من مجلس النواب أن يلاحظ هذه يعني أهمية الربط بين الطرفين، وأن تكون الزكاة أيضا باعتبارها عملا يعني يتبرع يقوم به الشخص بالتبرع من ماله يعني وفق ضوابط والأحكام الشرعية لصالح المجتمع من خلال الزكاة، وهو في حكم يعني في نتيجة استخدامه يشبه الاستخدام للتحصيلات الضريبية. يعني أستاذ حسام في القانون الماضي، يعني خلينا نحكي على قانون 2014، إذا واحد تبرع يعني قدم مساعدة قدم معونة وأثبتها كان يحسم ذلك من أصل المبلغ الذي تقتطع منه الضريبة ولا من أصل الضريبة؟ لا، هو كان يعني اللي بيتبرع هذا يخصم من إجمالي المبلغ اللي يستحق الضريبة وتفرض الضريبة على ما تبقى من ذلك. نعم، إجمالي المبلغ الذي يستحق. بالضبط. وبالتالي كثير من الأفراد من الناس كانوا يتبرعوا لجهات مختلفة، وحتى في بعضها منصوص عليها بالنظام يعني من هي أو من في حكمها، وبالتالي كان هذا التبرع يتم تنزيله من حسابات الضريبة على هذا المكلف. الحقيقة أن الحكومة في سعيها لزيادة إيراداتها الضريبية هي حاولت أولا أنها تقلل الإعفاءات بشكل واضح، وذلك لزيادة التحصيل الضريبي، وأيضا أو هكذا يمكن أن يفهم أنها حاولت أن تقلل هذا النوع من التبرعات وأن تحصرها بالتبرعات للحكومة ربما يعني لنفسها. وبالتالي يفترض أيضا أن يتم هناك توضيح أكثر لماهية العلاقة بين مثل هذه التبرعات وما سيفرض من ضرائب على من يقوم بها بشكل واضح، حتى لا تبقى يعني عرضة للاجتهادات والتفسيرات التي تطيح بالفكرة من أساسها. نعم، بدي أشكرك على وقتك، شكر جزيل على كل هذه المعلومات القيمة والتوضيحات الراقية. الأستاذ حسام عياش الخبير عايش الخبير بالشأن الاقتصادي الأردني، شكرا. شكرا أستاذ حسام. إذن أعزائي المشاهدين، حاولنا أن نذهب نحلل نفكك نركب ما قاله البنك المركزي من ارتفاع قيمة الشيكات المرتجعة إلى 1.25 مليار خلال 9 شهور الماضية، هذا مؤشر اقتصادي. حاولنا نقرأ من الجانب الاقتصادي، الزكاة وعلاقتها بالضريبة، واضح جدا أن ما تدفع زكاة تبرع يخصم من أصل المبلغ الخاضع للضريبة وليس من أصل المبلغ اللي تم اقتطاعه للضريبة. يعني أنت طلع عليك ضريبة
ألف دينار مش اللي تبرعت فيه يخصم هنا، يخصم من المئة ألف اللي طلع عليهم ألف. يعني هذه حتى تكون الأمور واضحة، وبتمنى أن مجلس النواب ينتبه لهذه النقطة وهذه النص. قصة 1% تكافل اجتماعي، وين وليش وكيف متى بقدر أخذ عليها خصومات إذا تبرعت؟ يعني هاي النقطة أيضا بحاجة لتوضيح كما أشار الأستاذ حسام. نكتفي، نذهب إلى وقفة قصيرة ثم نعود.